ما موقف أهل السنة في الحديث الضعيف؟ هل يعملون به؟ يعملون به بشروط. أولا أنهم لا يجزمون بنسبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون يروى عن الرسول كذا، يأتون بصيغة التضعيف يروى، ولا يقولون قال رسول الله. ثانيا أن يكون هذا في فضائل الأعمال ولا يؤسس عليه حكم مستقل، لأنه ضعيف ما يصلح لبناء حكم، لكن يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. الشرط الثالث ألا يكون ضعفه متناهيا، إن كان ضعفه متناهيا إنه لا يعمل به. نعم.